السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجودين في منطقة سرمدة في مخيم طيبة، نتفقد أحوال عوائلنا السوريين المهجرين المظلومين. نطلق حملة لهذه العوائل من الأرامل والأيتام الذين يشتكون ويعانون قساوة الحياة وقلة الموارد. ننطلق في هذه الحملة التي توفر على هذه العوائل من الأيتام والأرامل بطانيات، غذاء، لباس شتوي، كساء، كل ما يغطي احتياجات هذه المخيمات. ننطلق في حملة دفئني ولك الأجر. جمعية سفير الخيرية موجودة بقوة في الداخل السوري، في الشمال السوري، في إدلب، لتغطية احتياجات المخيمات المكونة من أرامل والأيتام. ساهموا معنا في هذه الحملة المباركة. دفئني ولك الأجر ولكم الأجر، ما نقص مال من صدقة. Gracias.